طبعا اليوم احنا عندنا النسخة الرابعة من ستارت اب بحرين بيتش او مسابقة ستارت اب بحرين، واللي فيها الشركات الناشئة يتم تدريبهم، يخضعون لبوت كامب او مثل مخيمات تدريبية، ندربهم على شلون يقدمون عروض، شلون يطلبون من المستثمرين، شلون يقدمون خطط نموهم. فاليوم هي الدورة الرابعة، كملنا 3 دورات سابقة، واليوم هناك في 5 مشاركين من الشركات الناشئة قدموا عروضهم. العروض كانت جدا شيقة. طبعاً الشركات الناشئة تقدم عروضها أمام الحضور وأمام حكام لجنة تحكيم اللي بتختار الشركة الفائزة بالجولة، ونترقب إن شاء الله النتائج ونتمنى لهم كل التوفيق. جداً سعيدة اليوم فوزنا في ستارت اب بحرين الجولة الرابعة، وأتوقع مو بس أني سعيدة، كل الأطفال سعيدين في هذا اليوم، لأن ركن في الأساس إلى الأطفال، للأطفال يعانون من مشاكل نفسية، للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نصنع عليهم أدوات وألعاب ونساعدهم يتكيفون مع المشكلة اللي هم يعانون منها، نطورهم ونخليهم قادرين على الانخراط في هذا المجتمع. مشاركتنا اليوم في المؤتمر كانت جدا ممتازة، شاركنا يعني عرض تقديمي لمستقبل بوابة بحرين. طبعا بوابة بحرين اللي عارفة لنا تاريخ جدا ممتد إلى أكثر من 18 سنة. اليوم نعلن عن انطلاقة جديدة مع المستثمرين، إن شاء الله بإذن الله راح ننطلق بفكرة جديدة باسم جديد اسمه بوابتك. طبعا انطلاقتنا من البحرين انطلاقة من هذه الدولة اللي هي تاريخ ممتد عريق من ناحية الأماكن السياحية، الأماكن التراثية. هذه الانطلاقة أسستنا إلى أن ننطلق إلى دول الخليج بشكل أساسي. بإذن الله راح توسعنا للنطاق السياحي، بنواصل على النطاق السياحي ونركز على الفعاليات والأنشطة بشكل أساسي، ورح نوصل.